تحدث الممثل السوري عابد فهد لأول مرة عن مرضه الخطير ومرض ابنته وعن علاقته بزوجته وأهلها وأولاده، كاشفاً تفاصيل عن حياته. وفي التفاصيل كشف عابد فهد خلال استضافته في برنامج بوشعيل الذي يقدمه الفنان نبيل شعيل أنه أصيب في طفولته بمرض الربو، أي التهاب قصبات حاد، واضطرت عائلته للانتقال إلى مكان جاف بعيداً عن الرطوبة، فتوجهوا إلى دمشق العاصمة لإيجاد العلاج له. وأضاف فهد أنهم مع مرور الوقت اعتادوا الحياة في المدينة بمساعدة أقربائه الذين يعملون في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، من هنا استطاع دخول عالم الفن. من جهة أخرى تحدث عابد فهد عن علاقته بعائلته وزوجته لأول مرة، وقال أن أسماء أبنائه هما ليونا وتيم، مشيراً إلى أنه لا يمانع دخولهما الفن، قائلاً تيم يتمتع بكاركتير جذاب، أما ليونا فهي روائية رائعة وقارئة جيدة وستكون كاتبة سيناريو ومسرح، مشيراً إلى أن لديها حالة صحية لم يصرح عنها وأتمنى لها الشفاء العاجل. وأكد فهد أنه في بداية علاقته بزوجته الإعلامية زينة اليازجي كان يوجد تردد من قبل عائلتها لأنه ممثل، ووصفها بأنها عائلة ملتزمة، ولكن فيما بعد تقرب منها وحظي بإعجابها. وأعرب عابد فهد عن حزنه الشديد لما مر به الفنان جورج والسوف، ووصفه بأنه رجل بمواقفه، واستطاع النهوض من جديد بعد مرضه وله تاريخ عريق. وأيد فهد الفنان ياسر العظمة عندما هاجم مسلسل باب الحارة قائلاً لا كلام يقال بعد الفنان ياسر العظمة، مشيراً إلى أنه تتلمذ على يده، وكانت بدايته في مسلسل مرايا العام 1986، مشيراً إلى أنه تعلم من مدرسة مرايا أسس التمثيل والفن. من جهة أخرى صرح أن الأعمال المشتركة اللبنانية والسورية خدمت النجوم السوريون من فئة الشباب حيث استفادوا منها مادياً، وكانت بمثابة منبر أضاء لهؤلاء الشباب، وبالمقابل أغنت الدراما اللبنانية وخدمها فنياً لأن الدراما السورية قديمة وعريقة ولامعة.